السلام عليكم. لأول مرة في مصر الحمد لله قدرنا نوفر منتجات نوماد الأسترالي، وإن شاء الله الأيام الجاية كده هتلاقوا منها منتجات أكتر، من ستيك بيتس، لورز، كل المنتجات اللي أنتوا عايزينها، رودز، بريد، أي حاجة من الحاجات دي إن شاء الله هنوفرها الأيام الجاية. مش عايزين نطول عليكم في الفيديو، بس هنشرح النهاردة كده لأول مرة توصل مصر السكويد التريكس بتاعة النوماد. طبعا النوماد منزلة ألوان محترمة أوي. السكويد دي يعتبر سوفت، السوفت ده هم عاملينه بتكنولوجيا محترمة جدا، تمام. هوكد طبعا باي بي كي كي. السوفت بيبقى الاستيك خالص، تمام، بحيث ان هو ما يروحش او يتقطع في اي حاجة من السمك مثلا زي الاناشي الكلام ده. بصوا ادي الخامة بتاعة السوفت، تمام. منزلين كده الوان بمزايا معينه، يعني لو قلنا مثلا ان هو هوكد باي بي كي كي، تمام. طبعا نوماد هي شركه استرالي. الحاجه الثانيه ان هو سكويد سنت، له ريحه كده معينه مميزه، الريحه دي بتخليه برضو اتراكتيف اكتر للسمك. الحاجه الثالثه ان هو جلو، معظم الالوان جلو. ادي لون، تمام، وادي لون الاورنج، تمام. ده الوحيد اللي مش جلو، تمام، بس فيه عواكس يو في، تمام. وطبعا اللون ده جلو، تمام، واللون الناتشرال شوية، واللون الريد، واللون ده ممتاز جدا في المغرب، تمام. الميزة بتاعت السكويد ده ان هو من افضل السكويدات اللي نزلت اتجربت على السمك. طبعا العين زي ما انتم شايفين كده، العين بصوا تقسيمة العين عاملة ازاي، ابلون، تمام. بس كده مش هنطول عليكم، ده اول منتج كده الحمد لله ننزله من نومين. الايام الجاية ان شاء الله هتلاقوا منتجات اكتر، وتابعونا على الصفحة بتاعتنا وان شاء الله نقدر نجيب لكم حاجات ممتازة. شكرا.